اوكي خذنا الصوره، حدد الفوكس هنا، تبي تقلل الفوكس تبي تزيده، شيء راجع لك في النهايه. الحين نودي الصوره نقصها، قصها بشكل صحيح، اما الكوب يكون بوحده من الزوايا او يكون في النص. نسوي حفظ ونوديها لبرنامج سناب سيد. طيب الحين ندخلها برنامج سناب سيد، فتحنا الصوره ببرنامج سناب سيد. عندنا هنا في ثلاث ارجاز انا ما استخدمها، نروح الادوات. هنا اول خيار اللي هو سطوع الصوره، يكون شيء مناسب يعني لا يكون شيء زايد عن حده او مناسب. هنا التباين، تباين الصوره بعد كذا، عندنا تشبع اللون، عندنا الوضع المحيطي اللي هو يكون اضاءه في الزوايا او محيط الصوره. انا بما ان تركيزي هنا، تركيزي في النص هنا البياض كامل، راح اخليه هنا تركيز كامل، يعني المحيط ما يهمني انه يكون واضح. اللي بعدها هذا الهايلايت اللي هو الاضاءه الساطعه، ونخليها شيء مناسب وقريب بحيث انه يبين لي الرخام اللي موجود هنا. بعد كذا عندنا الشادو، وهنا عندنا الدف او الوايت بالانس حق الصوره. بعد كذا عندنا اصلاح الصوره، الكوب في عليه شوي حاجات يعني بعد كذا عندنا التفاصيل او الديتيلز حق الصوره، سواء نزيدها او نقللها على حسب. تمام، هنا خلصنا نشوف الصوره كيف قبل وصارت كذا. بعد نحفظ الصوره ونوديها برنامج الفيسكو، ترى الفلتر مناسب B9. خلاص حفظنا الصوره، احفظها باعلى جوده. بعد كذا دخلها على برنامج LED. LED يتيح لك اضاءات تضيفها على الصوره. اضفنا الصوره ببرنامج LED، نضيف اضاءه شمس ثانيه هنا، يعني تعطيك لمحه بسيطه على الصوره، ممكن هذا يمشي معنا. وهنا السوفت، نعومه الضوء. كذا الصوره جاهزه معنا.